ومن ولاية القدار على الهواء مباشرة معنا الزميل محمد الفاتح مراسل قناة الشروق بولاية القدارف للحديث عن موسم الحصاد من منظور ثقافي واجتماعي. أهلا ومرحبا بك. أهلا لينا، أهلا بك وأهلا بأحمد وأهلا بالمشاهدين الأكارم. صباح جديد، صباح كله تفاؤل، صباح كله أمل، صباح مربوط بالاختراق وبالزراعة وبحصاد السمسم تحديدا. في هذا الصباح ضيف عزيز علينا الأستاذ أسامة محمد الحسن درزون، والأمين العام السابق لاتحاد الفلاحين العرب، وأيضا الأمين العام السابق لاتحاد المزارعين بولاية القضارف. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة. مرحبا بك وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير. أستاذ أسامة، الحصاد مهرجان قبل ما يكون هو قيمة اقتصادية، هو قيمة اجتماعية، هو قيمة ثقافية في المقام الأول. الآن نتخيل نحن قاعدين في المشروع والكومبو والعمال والنبذة تستعيد لعملية قطع السمسم، الصورة دي دايرين نربطها كده في مخيلة المشاهد السوداني. والله طبعا هي صورة بتاعت حراك متصل، الكل في حالة عمل دؤوب جدا، لأنه فترة الحصاد علاوة على يعني استدعاء لكل طاقات وقدرات الموجودين من عمال ومراقبين ومشرفين وحمالين ومرحلين وغيره، كذلك هي تلغي بظلال على الجانب الوجداني، باعتبار انها يعني فكرة حصاد تتعلق بعائد مادي وبعد كد وجهد لزمن طويل جدا، وبالتالي ينتظرها الكل على مستوى الحقل، وينتظر الكل خارج الحقل كذلك، لأنه عندها انعكاسات كثيرة جدا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ولاية القضارف أو في كل الولايات الشبيهة. يعني نعم أستاذ أسامة، يعني الآن إذا سألت عن 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 شخص في القضارف وفي واحدة من الولايات الزراعية دي، يعني السؤال مباشرة بقول لك والله في الحصاد، في حصاد السمسم تحديدا، وبقت حتى في المناسبات الاجتماعية مربوطة يقول لك إنه بعد حصاد السمسم، فأصبح هو المسيطر الآن على وجدان الناس، ومسيطر حتى على مجمل الحياة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. صحيح، حصاد السمسم طبعا يختلف عن حصاد أي محصول آخر لعاملين أساسيات. العامل الأول، حصاد السمسم هو أول المحاصيل اللي بتديك العائد أنت في بداية الموسم. والعامل الثاني، إنها محتاجة لعمل قوي جدا وسريع جدا، لانه محصول السمسم ما عنده صبر انه ينتظر انك تتلكى وتعمل عمليه تاخرك، المساله فيها محسوبه بالدقيقه، وهي بيحولوها لمعركه. يعني كثير جدا من المزارعين لما يجي يسالك عن السمسم بيقول لك ان شاء الله انتصرتها، فكانما الفكره هي فكره معركه اكثر من كونها هي فكره بتاعه حصاد امن ومتراخي. عشان كده السمسم مؤثر جدا جدا، لانه هو المدخل الاساسي لعمليه حصاد باقي المحاصيل اللي بتتبع السمسم، باعتبار العامل الزمن هو العامل الحاسم في عمليه حصاد السمسم اللي فترته قد لا تتجاوز الشهر كلها لحد ما يخش الشوال، ولذلك كان لابد من عمل كبير جدا جدا في خلال هذا الشهر وتكثيف الجهود بتاعت كل الناس عشان يلحقوا في خلال هذا الشهر انه ما يحققوا اي نسبه بتاعت فاقد، وبالتالي يتلم كل المحصول وهذا ما يعزز العائد. نعم، والمساله بتغنيت مباشره، لانه على الرغم من دخول الاله والميكنه الزراعيه واستخدام التقانات، لكن برضه لاحظت انه ما زال المنجل موجود ومسيطر في عمليه قطع السمسم وعمليه حزمه. يعني نعم، هي اتساع الرقعة الزراعية، ربما الآلة لا تغطي كل الرقعة الزراعية، كذلك الآلة ربما لا يستطيع امتلاك كل المزارعين الآن، وبالتالي تظل الحاجة دائما للعمالة المكثفة جدا جدا، وحتى بعض الآلات يتم رفضها بعمالة لأنها ما بتشتغل عملية ميكنة كاملة، وذلك يوزع لغياب طبعا شركات الخدمات الزراعية، فالآلات غالية جدا وصيانتها وخلافه، ولذلك بيمتلكها كبار المزارعين، أما الشريحة والسواد الأعظم الذي ينتج السمسم لا يمتلك مثل هذه الآليات، بالتالي يركن لعملية التعاطي اليدوي مع قضية حصاد السمسم. ودي برضه بتفتح باب رزق ثاني للحدادين، وبترجع من ثاني، يعني قصة إنه الحداد وعملوا المنجل وجابوا الكير وسخروا، تدي برضه يعني
مظهر من المظاهر اللي افتكرتها الناس ان هي انتهت وتلاشت يعني. لا قطع للصناعات التقليديه المتعلقه باليات ووسائل قطع السمسم وحتى السمسم من غرابيل ومن خلافه، هي لا زالت تعمل بكفاءه كبيره جدا، وربما كذلك يعني هي اخذت اتجاه للتطوير، يعني الناس برضو الفنيين والمهر في المجال ده شغالين يحسنوا في هذه الاليات وهذه الادوات، وبالتالي بقى سوق رائع جدا الان وموجود على الدوام وينتظروا هذه اللحظات موسم بعد اخر، لانه بالنسبه لهم ده موسم مفرده الكاسات فيه ما موجوده على الاطلاق فيما يختص بما يرتبط بحصاد السمسم. نعم الان في 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 المشروع لما تتم عمليه حصاد السمسم في بعض المصطلحات والفنيات بيطلقوها المزارعين والعمال، يعني الحله والتكل، دي مسائل قد تكون شويه كده في ذهن المشاهد والمستمع غريبه. نعم صحيح، نحن بنبدا بالكليقه اللي هي الربطه اللي الان اضحت لا تتجاوز قبضه اليد، واربع كليقات بينبل تكل و 400 اواميه تكل اللي هي 400 كليقه بيعملا ما يعرف بالحله اللي هي دي، بعدين هي معيار ابتداء لاستيفاء العمال حقوقهم، يعني العمال بيمشوا الخلع لازم يشتغلوا معاك بالحله اللي هي 400 كليقه 100 تكل، وبعد ذاك في الحصاد بتمكنك من عمليه تقديرات انه كم حله ممكن يجيبنا الشوال حسب نجاح المحصول من عدمه، بالتالي يكون عندك قراءه اوليه لانه ممكن تنتج كم، لانه برضه هذه الترتيبات تحتاج لقراءات اوليه، لانه ما تحتاجه من خيش وما تحتاجه من غرابيل وما تحتاجه من اشياء ايضا مربوط بهذه الثقافه والمسميات لهذا النمط من انماط الحصاد اليدوي في فيما يخص مشروع محصول السمسم. نعم برضه استاذ اسامه، قطع السمسم ذاته عنده مواقيت، يعني ما في اي وقت من اوقات النهار الناس بتقطع. نعم. غالية يبدا من فتره الساعه 4 ولحد الساعه 9 صباحا، دي اعتقد دي الفتره الذهبيه لحصاد. نعم هو تقدر تقول انه يعني الكثافه بتاعت حصاد السمسم بتتم لحظات برودة الجو، يعني في الصباح الناس بتشتغل ولما الواطة تعصر الناس برضه بتكون شغاله فيه بشكل كبير، كذلك حتى غير القطع، حتى المسألة اللي بتتعلق بحتى السمسم نفسه عشان ما يمشي الشوال هي مربوطة بهذه الأوقات باعتبار أنت محتاج للرياح أيا كان اتجاهها لعمليات النظافة لتعزيز عمليات النظافة عموما، لأنه الهواء عنصر أساسي في عملية الغربلة الطبيعية بالنسبة للسمسم، أو نسميها الغربلة الأولية قبل ما يجي هنا ويخش الغرابيل النهائية بحساب استخدامه إذا كان محلي أو إذا كان صادر. نعم برضو يعني القمر. نعم. الضوء واحدة من الحاجات اللي بتحفز حتى العمال في مسألة قطع السمسم وصحيح مسألة الأهازيج والأقان يعني. نعم طبعا القمر ده العمال ما بنوموا، بيكونوا شغالين طوال الأيام المغمرة بكثافة شديدة جدا، الجو بارد وانت عارف جونا هنا جو ساخن جدا جدا، العمل البدني دائما بيحتاج لجو بارد على اساس انه جوارحك تكون في اقصى طاقتها الممكنه، وبتضاعف الانتاجيه بتاعتك بشكل كبير جدا العمل في اوقات المغمره، وكذلك انت عارف انه الليل ده لانه طويل بينقطع بكثير جدا من الاهازيج بحسب القبائل اللي بتعمل في منظومة قطع السمسم، إذا كانت قبائل سودانية متفرغة أو قبائل أو حتى وافدة، كل له أهازيج اللي بيساعد بها نفسه وينسى بها الكلل والتعب اللي بيجيه من جراء هذه العملية الصعبة جدا. نعم حتى الآن الأهازيج تتغيرت مع العمالة، العمالة السودانية أغلبها اتجهت في مسألة التعدين العشوائي والبحث عن الذهب وكذا، فحتى الأهازيج بقت أهازيج أثيوبية يعني لاحظتها في معظم المشاريع الزراعية. نعم تداخلت طبعا، ويمكن الثقافة السودانية الأثيوبية هي المنشط ذاته وعملية حصاد السمسم وفنياته هي ثقافة متشابهة، يعرفوها تماما ويتقنوها كما العامل السوداني بشكل كبير جدا، وقطعا جبه موروث ومخزون الثقافي اللي بيخلي الحراك الجماعي يمشي من أغاني وخلافه، بالتالي بقت الثقافات متماشية أو متمازجة، ربما بعد شوية تنتج ثقافة مختلطة. ودي خلت في ذاكرة الناس ووجدانهم بعض الأدبيات، يا سمسم القضارف والزول الصغير ما عارف، يعني مثلا بقت 2000 جنيه من امه ما تجيب لنا، بقت 2000 جنيه كيسو ذاته ما تجيب لنا. لا 2000 جنيه ولا يجيب لنا يعني ولا يجيب منه ما يعادل الوقية، الان ده موضوع يعني مضى بزمنه، لكن جنيه ذلك الزمان ربما كان
عزيزا وكان يساوي، ولكن جنيهنا الان لا يساوي هذا الكلام. اذا تكلمنا عن انه نتكلم عن اردب بتاع سمسم الليله ولا غيره ب 12 و14 الف جنيه سوداني او مليون جنيه سوداني اذا اردنا التدقيق يعني. نعم استاذ اسامه، يعني انا سعدت جدا بهذه السياحه الصباحيه مع سمسم القضارف الزول صغير ما عارف، واعتقد نحن لو كده ضيفنا المشاهد من الصباح بعش الفلاتيه وسمسم القضارف اعتقد دي صباحيه جميله. نعم. انا شاكر وقدر جدا لك. الله يكرمك، الله يديك العافيه. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء عبر صباح الشروق، سمسم القضارف من القضارف. سمسم القضارف الزول صغير ما عارف، يا سمسم القضارف الزول صغير ما عارف، قلب ريح ريد ريد كل ما خديتك شريف. سمسم القضارف الزول صغير ما عارف، محمد الفاتح كتر خيرك. اتمنى ان يكون موسم الحصاد هذا يعني ايضا مبشر زي ما كان الموسم الزراعي مبشر، زي ما كان الخريف ايضا مبشر، ويكون الاسهام الاكبر لعجله الاقتصاد السوداني اللي بيعاني ما يعاني، لكن في ظل كثير جدا من الاجراءات حنعبر ان شاء الله، ودي تحديات الفتره الانتقاليه. نعم.